ذهب يوسف ومريم إلى بيت لحم، بيت لحم بلد مشهورة جدا، شهرتها من نبوة ميخا. وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. بيت لحم تعني بيت الخبز. هناك أحبائي دفن يعقوب زوجة المحببة رحيل عند مدخل بيت لحم. وبيت لحم هي مدينة يسى اللي كان عنده عائلة منها داود النبي، داود الملك، فتعتبر وتسمى أيضا مدينة داود. وهناك أيضا في بيت لحم يعني ذهب يوسف ومريم حتى يولد الملك يسوع. بيت لحم هي في جبال اليهودية، منطقة عالية فوق مستوى سطح البحر على جبال، منطقة جميلة جدا. وفي بيت لحم توجد أقدم كنيسة في العالم اللي تسمى كنيسة المهد، بنتها القديسة هيلاني في القرن الرابع، وأعيد طبعا بنائها في القرن السادس في أيام الإمبراطور يوستنيان. واليوم ممكن تشوف الفسيفساء في أرضية الكنيسة والأعمدة اللي موجود عليها الصور والأيقونات القديمة، فتعبر عن قدم هذه الكنيسة. هذه الكنيسة بنيت فوق الجروتو، يعني زي مغارة تحت الأرض. هناك ولد المسيح، واليوم السياح بيروحوها من كل أنحاء العالم، بينزلوا في المغارة بيشوفوا على اليمين مكان ولادة يسوع المسيح، عبارة عن نجمة من 14 زاوية ترمز إلى 14 مرحلة درب الصليب في القدس، ومن الناحية الثانية المذود مكان اللي وضعت مريم الطفل يسوع. السواح بيجوا من كل أنحاء العالم حتى يشوفوا هذه الكنيسة التاريخية، لكن هذه الكنيسة ما زالت تشهد عن جمال هذه القصة العجيبة، قصة ولادة يسوع المسيح.